اهلا بيكم اعزائنا المشاهدين وحلقه جديده من برنامج سكيب الروح يسعدنا ويشرفنا يكون معانا ضيف الحلقات الدكتور قس يوسف بخيت اهلا بحضرتك اهلا بيك يا اخت لديا اهلا وسهلا بحبا المشاهدين في كل مكان الرب يبارككم وما زلنا ننتظر المزيد من اسئلتكم وانكم تتواصلوا معنا وبنعمه الرب هنكون بنقدر نرد على كل تساؤلاتكم واثقين يكون البرنامج بركه لحياتكم امين امين في اسم المسيح احنا ابتدينا الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم على تبكيت الضمير وتبكيت الروح القدس لانه ناس كثيره بيختلط عليها الامر وبعتوا لنا سؤال انه ايه الفرق بين تبكيت الضمير وتبكيت الروح القدس وكلمنا في الحلقه اللي فاتت على ايه هو الضمير وتعريفاته وايه هو الضمير من الكتاب المقدس وكلمنا على انواع كثيره من الضمائر زي الضمير الشرير والمشتكي والضمير النجس ايضا كلمنا عن الضمير الضعيف وكلمنا عن الضمير الطاهر والصالح والذي بلا عثره. وعايزين نعرف ده تبكيت الضمير لكن ايه الفرق بينه وبين التبكيت بتاع الروح القدس؟ هل الاثنين واحد ولا في اختلاف بينهم؟ أه الحقيقه في اختلاف بين الاثنين بين تبكيت الضمير وتبكيت الروح القدس. Yeah. والهدف كان من ذكر انواع الضمائر الموجوده البشريه yeah. علشان الروح القدس مش متغير في الضمير. لأن مم. الروح القدس عنده مبادئ غير متغيرة سبتة. مبادئ ثابتة لأنه الله يقود الإنسان للصلاح فيها متجد. ولبناء حياته ولبنيان المجتمع ولبنيان أبديته مم. لكن الضمير بيختلف باختلاف البيئة والمجتمع مم. أه الحاجة الثانية تبكيت الضمير يعني خلينا لما أعمل مقارنة بين تبكيت الضمير وتبكيت الروح القدس الاثنين لحد كبير قريبين من بعض <applause> لما الضمير يؤنب الواحد انه عمل حاجه فيحس متضايق وحاسس بالذنب وضميره مأنبه <applause> وكل الناس فاهمه يعني ضميره ضمير مأنبني <applause> تبكيت الروح القدس بيحس برضه بنفس الاحساس والذنب بس الفرق بين ان تبكيت الضمير يسيبه حزين ويبقي على خطيئته كما هي بدون تغيير <applause> 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 تبكيت الروح القدس ما يسيبنيش حزين مم. يوجهني ويقودني الى اين منابع الخلاص من الاحساس بالذنب تبكيت الضمير يقودني للشعور بالذنب دايما عندي شعور بالذنب دايما حاسس بالخطيه دايما حاسس بالنجاسه تبكيت الضمير بيجي من برايا مش من جوايا تبكيت الروح القدس سوري تبكيت الروح بيجي خارجي الاول ازاي يجي خارجي لما نرجع لسفر اعمال الرسل والتلاميذ كانوا مجتمعين وامتلئوا من الروح القدس وبعدين الناس اللي اجتمعوا دول حقيقي بطبيعتهم ناس متدينين مش ناس اشرار انت عارفه كل المجتمع اللي كان موجودين دول كلهم دول كانوا حجاج رايحين يحجوا في هيكل سليمان جايين من بلادهم في عيد يوم الخمسين يحضروا احتفالات العيد Yeah. فمن كل الامم من كل القبائل مجتمعين فناس جايين يعيدوا العيد بتاعهم السنوي اللي بيعيدوه وبيحتفلوا به ك... ك... كديانه يهوديه mm -hmm. فالناس دول ناس مؤمنين ناس بتوع ربنا <تكلم> ناس جايين بيعملوا فرائض وذبائح بتاعتهم mm -hmm. فايه الخطيه اللي عاملينها انت متخيل ناس رايحين يعيدوا mm -hmm. وعندهم احتفالات مقدسه وعندهم اعياد وتقديم ذبائح mm -hmm. فالوضع العام ليهم ان ما عندهمش حاجه ت... ت... تانبهم لما حل الروح القدس ووقف بطرس يوعظ في يوم الخمسين يقول فلما سمعوا نخسوا في قلوبهم يعني ايه نخسوا في قلوبهم؟ هنا كلمه نخس في ضمير يعني ضميرهم جواهم حسوا انهم هم خطاة محتاجين للمسيح اللي يخلصهم. مش حسوا بتانيب الضمير جواهم وخد بعضهم مشوا. <applause> بدأوا يسألوا تبكيت الروح القدس يخليني أسأل فين الخلاص تبكيت الضمير وأنا مش قادر أتغير ويحيي أنا الإنسان الشخص من ينقذني مش لاقي حد ينقذني <applause> وقف عندي كده اتبرمج بالناموس <applause> الناموس والضمير بتاع الإنسان يسيب الإنسان غير قادر على إصلاح شأنه الروح القدس لا يبكته ويقودوا على اصلاح الشان والتغيير وده اللي <applause> حصل فبطرس قال لهم ايه لما لما نخص في قلوبهم راحوا سائلين <applause> شوف التحرك هنا الروح القدس بيعمل ايه بيخليهم يتحركوا فذهبوا الى بطرس وسائر الرسل ماذا نصنع ايها الرجال <applause> الاخوه <applause> نعمل ايه احنا حاسين بتانيب جوانا حاسين قلوبنا بتلومنا على ان اهالينا وعائلتنا لان بولس بطرس لما وعظهم وعظهم عن المسيح اللي صلبتموه وقتلتموه بايدي أسمة وان مم. المسيح ده مات من اجل خطايانا وتكفير عن خطايانا ويحررنا من الناموس فلما سمعوا الكلام ده بدا الروح القدس يديلهم قناعه ان المسيح ده هو الرب وان مم. المسيح ده هو المسيح المنتظر وان مم. ده هو المخلص الاتي للعالم مم. قالوا طب احنا عايزين بقى اللي انتوا خدتوه وعايزين المسيح ده يبقى تبكيت الروح القدس هنا قادهم للخلاص تبكيت الضمير يبقي على ما هو عليه يحاول يتغير يحاول ما يكررش الامر بس مم. لسه مش قادر لان ده تبكيت الضمير ففي فرق كبير قوي بين تبكيت الضمير وبين تبكيت الروح القدس مم. ده موقف في مم. موقف مم. تاني مم. الرسول بولس كان بيخدم في فيلبي هو بيخدم في فيلبي كان في امراه عليها روح عرافه انتهى روح العرافه من عليها روح عرافه روح شرير شرير <applause> واتحررت هذه المراه من روح العرافه روح العرافه دي كان في ناس مشغلينها بالعرافه بتاعتها وبيكسبوا من وراها وهي كمان كانت بتكسب فلما خرج الروح الشرير روح العرافه من عليها اتحررت فاتغاظوا من بولس وسيله فاخذوهم وضربوهم وراحوا على السجن ده ودوهم ودخلوهم طبعا في مساجين كتير في السجن وفي نصف الليل يقول كان بولس وسيله يصليان ويسبحان الله خد البالك جدا مهم قوي يا ترى بولس وسيله ضميرهم ما انبهمش انهم عملوا حاجه غلط مع هذه المراه وقطعوا اكل عيش الناس عشان اتحررت من الروح الشرير بالتاكيد لا طبعا ما هم عملوا حاجه حلوه في لانه عملوا حاجه صح طبعا الحاجه الثانيه اللي اللي ده مش حاسس يعني انه يعني ليه رب عملت معايا كده؟ ما حسوش بده للروح القدس مفرحهم ده. أكيد. يقول ونحو نصف الليل كان بولس وسيله يصليان ويسبحان الله والمساجين يسمعونهما مم. وبعدين هما بيرنموا بيصلوا حصل حاجه غريبه تزلزلت اساسات السجن مم. القيود اتفكت المساجين بيجوا احرار اللي استغربت لي جدا كيف لم يهرب ولا سجين واحد مم. ازاي يعني دي فرصه قدامهم حلوه قوي لمس حضور المسيح في هذان الرجلان لمس قوه مختلفه عن باقي الناس لمس حضور يسوع موجود جواهم مم. واعتقد المساجين كانوا عايزين يسمعوا المزيد والمزيد عن مجد الله الموجود فيهم مم. فجاه بسبب الزلزال اللي حصل رئيس السجن فاق من النوم م. والدنيا ضلمة قال يا. بس يبقى كل المساجين الأبواب مفتوحة طبع. مفيش قيود مربوطة فيهم والقيود محلولة من أيديهم م. يبقى كل المساجين عملوا إيه؟ كانوا هربوا فاستل سيفه ليقتل نفسه فبولس من جوه رغم إن الدنيا ضلمة نادى على السجان وقال له م. لا تفعل بنفسك, بنفسك شيئاً. شيئا لأننا جميعنا هنا مهم. موجودين طلب ضوء ودخل لقوا كل المساجين قاعدين عاملين اجتماع كنيسه مهم. عاملين يرنموا وعاملين يصلوا وبولس وسيل عمال يكلم المساجين عن مهم. المسيح صاحب الايات والمعجزات عمل السجان؟ راح سجد عند رجليهم وقال لهم يا سيدي ماذا ينبغي ان افعل لكي اخلص؟ مهم. ايه اللي حصل جوه السجان؟ مهم. خد بالك من الكلام هنا بولس وسيله ما كلموش السجان بالظبط لكن السجان لمس حضور الله مم. وحضور الله في المكان بدا الروح القدس يبكته على خطاياه فبسبب التبكيت على خطاياه ده قاده يعمل ايه بقى خلاه يروح لبولس وسيلة مم. ويقول لهم اعمل ايه علشان اخد الخلاص يعني. يبقى شفت تبكيت الضمير عمل ايه هنا مم. قاده للخلاص مم. وبدا بولس وسيله يقول له امن بالرب يسوع المسيح فتخلص انت صنع. واهل بيتك عارف عمل السجان بدل مساجن بولس وسيله راح واخدهم عنده البيت وغسل لهم جروحهم وعمل مم. لهم وليمه وبولس كلم باقي اهل بيته واهل بيته خلصوا وسلموا حياتهم للمسيح مم. بسبب ان تبكيت الروح القدس عمل تغيير رائع جدا وادى حياته يا. بس انا عندي سؤال صغير آه. آه ليه يهوذا اما اخطا في حق المسيح مضى وشنق نفسه، لكن بطرس اما اخطا في حق المسيح بكى بكاء ردود افعالهم مختلفه، هل الموضوع ده ليه علاقه بتبكيت الضمير وتبكيت الروح القدس؟ آه ليه؟ ليه علاقة؟ نظره يهوذا كان نظرته لنفسه ولضميره فتولد عنده شعور بالذنب قاتل فشعور بالذنب وفقدانه في محبه الله ورحمة الله أدت لي إزاي أنا أسلم دم بريء فهو كان فاهم إن المفروض القاتل يقتل بحسب الناموس يعم. فهو ارتكب جريمة قتل حتى لو مش بإيده فبما إن أنا قاتل يبقى الحل إن أنا اتقتل فذهب وشارقه. فنفذ حكم الإعدام فنفذ حكم الإعدام في نفسه بدل ما يعرض نفسه لمحاكمة يهودية لأن هو كان قاتل لكن الروح القدس جوه بطرس قاده انه يبكي بكاء مرا ويتمتع بغفران الله وبمحبه المسيح وكمل خدمته. يا يا ورب قبله ورب نعم غيره وخلاه كمان قال له ارعى خرافي. شكرا لك يا حضر الاسيس لاجل انه موضوع هام جدا موضوع تبكيت الروح القدس وتبكيت الضمير اعزائي المشاهدين هنستكمل حلقتنا فانتظرونا بعد الفاصل. <applause> شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج إذا كان لديك أي سؤال أو استفسار أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info at كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.ikarmatv.com أو رسلنا على بي بوكس 3610 سيل بيتش، كاليفورنيا 90740. أهلاً بيكم أعزائنا المشاهدين ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل وبنستكمل حلقتنا مع جناب القسيس دكتور القسيوسي بخيط بخيت، أهلاً بحضرتك. أهلاً بيك يا ليديا، أهلاً وسهلاً بحبائنا المشاهدين في كل مكان. ربي يبارككم كملوا معانا واثقين في بركه خاصه ليك في الوقت اللي جاي امين يعني في اسم المسيح هندخل آه في قضيه آه حسد حصلت فعلا وقت بدايه الكنيسه الاولى في اعمال الرسل الخمسة آه وهي الكذب على الروح القدس وهي قصه مشهوره لكن حلو احنا نقراها نذكر حضرات المشاهدين بيها في الرسل الخمسة من العدد الأول بيقول ورجل اسمه حنانيا وامرأة سفيرة باع ملكا واختلس من الثمن وامرأة لها خبر ذلك وأتى بجزء ووضعه عند أرجل الرسل فقال بطرس يا حنانيا لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس وتختلس من ثمن الحقل أليس وهو باق كان يبقى لك؟ ولما بيع ألم يكن في سلطانك؟ فما بالك وضعت في قلبك هذا الأمر؟ أنت لم تكذب على الناس بل على الله. فسمع حنانيا هذا الكلام ووقع ومات. وصار خوف عظيم على جميع الذين سمعوا بذلك. فنهض الأحداث وألقوه ولفوه عفوا وحملوه خارجا ودفنوه. ثم حدث بعد مده نحو ثلاث ساعات أن امرأة دخلت وليس لها خبر ما جرى فأجابها بطرس قولي لي أبهذا المقدار بعتما الحقل فقالت نعم بهذا المقدار فقال لها بطرس ما بالكما اتفقتما على تجربة روح الرب هوذا أرجل الذين دفنوا رجلك على الباب سيحملونك خارجا فوقعت في الحال عند رجليه وماتت فدخل الشباب ووجدوها ميتة فحملوها خارجا ودفنوها بجانب رجلها فصار خوف عظيم على جميع الكنيسة وعلى جميع الذين سمعوا بذلك أمر مرعب جدا وأمر آه. خطير جدا حصل في بداية الكنيسة وتأسيس الكنيسة في أعمال الرسل فالكذب على الروح القدس ما هو الكذب على الروح القدس؟ آه الكذب على الروح القدس واضح إنه كذب واحد بيخفي حقائق. Yeah. بس مرات الناس بتتحير شوية أنه ليه في أعمال خمسة أنه مجرد ما أول مؤمنين كذبوا في الكنيسة ماتوا وفي ناس تاني بعد شوية كذبت وماتتش زي ما نصح الرسول بولس المؤمنين في رسالة أفسس وزي ما أشرنا إلى ذلك سابقا لما يقول لذلك اطرحوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد أحنا. مع قريبه yeah. ألم يكن من الظلم أن يموت حنانيا وسفيرة ويسيب باقي الناس تعيش؟ بالتأكيد لما نرجع لبدء الكنيسة هنا الكنيسة ابتدت تخطي خطواتها الأولى م. فلابد أن يكون لها الكنيسة سلطان ياه. والروح القدس قصد أن يظهر سلطان الكنيسة وده كان أول خطأ يحصل جوه الكنيسة م. يعني ما فيش خطأ قبل كده حصل قبل هذا الحادث يعني من يوم الخمسين لغايه اعمال خمسه كل تحركات الروح القدس قويه ايات معجزات ايات معجزات اعمال صالحه شفاءات خلاص نفوس اخبار مفرحه كل حاجه روعه <applause> و... وكان الرب عاوز يقول ان الرب في تعليمه في, في... في تشبيهات الملكوت قال ان العدو هيدخل ويزرع زوان نعم <applause> ده فعلى الكنيسه تدرك وتميز بين الحنطه وبين مصر. الزوان مم. فكان لابد يكون للكنيسه سلطان مم. فكانت الكنيسه ممثله في بطرس مم. وكان في بطرس كان في ناس مكرسين للرب بجد زي برنابا ابن الوعظ اللي هو مم. يوسف برنابا باع الحقل بتاعه رجل مكرس تكريس كامل لما الكنيسه بداوا يعلنوا انهم عندهم احتياج عشان انتشار الملكوت وفي ناس متفرغة للخدمة عشان تقدر تتحرك وتسافر بلاد ويكرزوا بالإنجيل للعالم كله زي ما الرب كلفهم فبدأوا الناس من تلقاء أنفسهم يبيعوا بيوتهم ويبيعوا حقولهم وممتلكاتهم ويأتي ويضعون عند أيدي الرسل فأنت متخيلة آيات معجزات تكريس عطاء سخاء حاجة روعة أنا كنت أتمنى أن الكنيسة تستمر بهذه القوة إلى هذا اليوم حاجه في منتهى القوه. لكن الكنيسه دخل فيها ناس غير مكرسين بالكامل للرب، هم مؤمنين. لكن تكريسهم مش بالكامل للرب. فكان لابد ان يظهر يظهر عدم التكريس اللي بالكامل. فظهر في حنانية وسفيره. فحنانية وسفيره بحسب وجهه نظري انهم حبوا يقلدوا ويمثلوا برنابه. فباعوا الحقل م -م وراح قدمه لبطرس خد بالك من جزئية هنا م -م لما باعوا الحقل هما في البيت حنانية وسفيرة اتفقا معا م -م يعني قعدوا يتكلموا فلوس المبلغ بتاع الحقل ده كتير قوي وكبير قوي طب هنوديه كل الكنيسة طب نخليه طب نخلي شوية م -م بدأ الشيطان يجد فرصة وهنا في سؤال هل اللي حصل انه المشكله يعني ان هم ماتوا نتيجه ان هم خدوا جزء وخبوه عندهم او لا. احتفظوا بجزء؟ لا امال ايه اللي حصل؟ بطرس قال له كان يمكن ان يبقى لك الحقل كله وتعيش وتكمل حياتك يعني المشكله مش في ان هم خدوا جزء وخبوه عندهم لا وادوا جزء يعني دي نقطه مهمه المشكله ان هم كانوا عايزين يخدعوا الله ويخدعوا سلطان الروح القدس اللي اعطاها الله في الكنيسه <applause> ففي عندنا احنا روحين في عندنا رئيس سلطان الهواء الممثل في الشيطان وفي عندنا الروح القدس اللي بيعطي الكنيسه سلطان فالروح القدس عاوز يظهر سلطان الكنيسه عشان الكنيسه كلها مهابه ومخافه لدى الامم ودى الشعوب بالتاكيد اللي بيها تنمو كلمه الله وتتكاثر وسط الامم والشعوب ويصير خوف عظيم فعندي سلطان الله وسلطان الشيطان، يا ترى مين اللي يخدع الثاني وابليس كمان كذاب وابو كذاب. أنا عارف إن إبليس كذاب، لكن الفكرة هنا إن ظن حنانيا وسفيرة إن بطرس مش هيعرف أهم. لما دي نقطة مهمة يخ يختزلوا جزء من المال لأنفسهما إيه اللي هيعرف بطرس؟ وفي نفس الوقت احنا بنعلن تكريسنا للرب وده زيف مم. فكان قضاء الرب عليهما فورا مم. بطرس يقول له لماذا ملأ الشيطان قلبك مم. خد بالك من الجزئيه دي مم. يعني لماذا ملأ الشيطان قلبك يعني حنانيا سمح للشيطان يدخل لقلبه ويملاه سمح لنفسه للأفكار السلبية تملأ قلبه سمح لإبليس لإن إبليس من البدء قد الناس بالتاكيد عشان كده سمح لإبليس إنه يشرف عنده عزيزي المشاهد كم من مرات بنسمح لإبليس وبنفكر بنفس الطريقة اللي بنفكر بيها حنان وسفيرة ونظن أن الروح القدس والله ليس له سلطان إن كانت الكنيسة قد ضعف في سلطانها اليوم لكن سلطان الله فوق كل سلطان اوعى تفكر إن أعمالك اللي أنت بتعملها هتحميك وهتنجيك من قضاء الله في يوم من الأيام إن كان قضاء الله وقع على حنان وسفيرة لأنهما خدع للشيطان لكن ما قدروش يضحكوا على ربنا اوعى تفكر انك انت بتضحك على ربنا ربنا ما يضحكش عليه ممكن تمثل على الناس ممكن تضحك على نفسك ممكن تتفق انت او شركاتك. وشكلكم بتعملوا حاجة كويسة لكن احذر احذر لان الله بيعطي لك فرصة للتوبة ولما الله بيدي فرصة للتوبة لأنه بيدعوك لأن مش عاوز يموتك ينهي حياتك الأرضية عاوز يموتك عن العالم والخطية حناني وسفيرة ماتوا عن العالم جسديا لكن لكن أعتقد أنهم ربحوا حياتهم الأبدية بس كان قصاص الله ليكون هناك مهابة وخوف أمام الناس قدام سلطان كلمة الله اجعل كلمة الله لها سلطانها على حياتك مش مجرد كلام مكتوب في ورق مش مجرد كلام انت بتسمعه لكن ان لم تتب فحتما سياتي يوم من الايام وياتي الرب يزلزل منارتك ارتفاعك علوك قوتك نجاحك لانك بعيد عن ربنا يا ترى انت عاوز ترجع للرب من تاني ولا عايز تموت زي حنانيا وسفيرة مم. عشان كده اوعى تكذب على ربنا مم. اوعى تفكر تضحك عليه مم. ناس كتيرة قوي علشان الله شفاعة المسيح موجودة نجاك اشكر ربنا انت ما كنتش مكان حنانيا وسفيرة مم. انا اللي بكلمك بشكر رب ان انا ما كنتش بدل حنانيا وسفيرة لان كان ممكن الله اقتحمني واماتني لاني عملت خطايا حتى بعد الايمان لكن لما اخطات رجعت وتبتل الرب الرب سامحني. الرب كتب لنا القصه النهارده عشان الله عاوز ناس يسلكوا معه بامانه. فهل انت امين مع الله؟ هل انت امين في علاقتك وفي اقوالك وفي كلماتك؟ <applause> كلمات كذب وخداع ادت على حياتهم بانتهاء كل بركات الله ومواعيد الله. عطائهم كان هيكون ليه بركه. خدمتهم كانت تكون لها بركه. قضي على البركة من حياتهم بسبب طاعتهم للشيطان وتمردهم على الروح القدس فاسمع للروح القدس اليوم وتعالى واقبل كلمة الرب وبدل ما انت بتعيش في كذب وخداع وغش لنفسك اوعى تفكر انك هتضحك على كنيسة ولا على اب كاهن ولا على اي حد من العالم انت بتضحك على نفسك لقد ضحك حنانيا وسفيرة على نفسيهما فاذى حياتهما ودمر مستقبلهما فليه امين امين الرب يدينا استقامه قلب واستقامه كلام وزي في افسس 4 25 بيقول لذلك اطرحوا عنكم كل كذب وتكلموا بالصدق نعم. كل واحد مع قريبه لاننا بعضنا بعض اعضاء بعض وفي كلوسي ثلاثه تسعه بيقول لا تكذبوا بعضكم على بعض اذ خلعتم الانسان العتيق مع اعمل شكرا لك يا حضره الاسيس لاجل ماتة اللي عن موضوع الكذب على الروح القدس ربي يباركك ويستخدمك في كل مكان لمجد لك. اسمه اعزائي المشاهدين هنستكمل حلقتنا مع اسئلتكم فمن فضلكم تابعونا في حلقات سكيب الروح ورب معكم